مرحبا. بينما تكثف موسكو هجماتها في شرق أوكرانيا، تنقل روسيا أيضا صواريخ ذات قدرات نووية إلى الحدود مع أوكرانيا. وبحسب كييف، فإن روسيا تنشر قاذفات صواريخ اسكندر على الحدود الأوكرانية، وهو نظام صاروخي باليستي متحرك حيث يصل مدى صواريخ اسكندر إلى 500 كيلومترا ويمكنها حمل رؤوس نووية. لذلك تطالب كييف الغرب باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد موسكو. من أجل الاستقلال عن الطاقة الروسية، هناك حاجة إلى موردين جدد، لذلك ستعتمد الحكومة الاتحادية على الإمارات وقطر بشكل خاص في توريد الغاز المسال إلى ألمانيا، حيث أبرم المستشار الألماني أولاف شولز شراكة في مجال الطاقة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد زيارة له لألمانيا يوم الجمعة الفائت. وبحسب شولز، يجب أن تلعب قطر دورا مركزيا في توريد الغاز الطبيعي المسال لألمانيا والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر. مع اقتراب بداية شهر 6 موعد بدء السفر ببطاقة 9 يورو، يزداد قلق شركات النقل بشأن ما إذا كان بإمكانهم التعامل مع الاندفاع والازدحام المتوقع، ويأملون بأن لا يسافر الجميع بنفس الوقت، وخاصة في ساعات الذروة، فقد ينتهي المطاف بالعديد من الأشخاص بالوقوف على رصيف المحطة لساعات بسبب القطارات الممتلئة، ومن الصعب تشغيل قطارات جديدة بسرعة لعدم وجود موظفين إضافيين. حتى الآن يوجد 3 أشخاص مصابين بجدر القروض في ألمانيا، 2 في برلين وواحد في ميونخ. ولا يعتقد وزير الصحة كارل لوتباخ أن الوضع بخصوص جدر القروض سيكون سيئاً مثل الوباء، حيث قال لوتباخ: بناء على المعلومات المتاحة حتى الآن، نفترض أن المرض لا ينتقل بسهولة وأن هذا التفشي يمكن الحد منه، حيث يصاب الأشخاص بالحمى والطفح الجلدي غالباً على الوجه والكفين والأخمصين، وبالنسبة لمعظم الناس تختفي الأعراض من تلقاء نفسها بعد 2 إلى 4 أسابيع، وفقط في حالات نادرة جدا جدا يموت المصابون بعدوى جدر القرود. يعني جدا نادر أن الواحد يموت بهالمرض. جدير بالذكر أن بلجيكا هي الآن أول دولة في العالم تطبق الحجر الصحي على المصابين بجدر القرود، حيث يتوجب عليهم عزل أنفسهم لمدة 21 يوما. اتهم السفير الألماني السابق في موسكو روسيا بأنها تقصف صوامع الحبوب وتتعمد منع الصادرات من أوكرانيا، حيث يحاول فلاديمير بوتين على وجه التحديد خلق أزمات جوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي يمكن أن تؤدي إلى حركات نزوح جديدة للاجئين، حيث سيفر الأشخاص الجائعون من هذه المناطق ويحاولون الوصول إلى أوروبا، مثل ما فعل ملايين السوريين الذين فروا من أهوال الحرب في وقت سابق. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار أوروبا وزيادة الضغط السياسي حتى تتخلى الدول الغربية عن موقفها المتشدد تجاه روسيا. كان معكم إلهام بوزان، تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.